من المهم جدا أو التقديم بمقدمة وقد أشرت إليها، وهي ما يتعلق بمسألة هذه المصطلحات وتحليل الألفاظ، وكذلك أيضا المعاني إلى معانيها الحقيقية وإعادتها إلى ما وضعت عليه. هذا مما يحل كثير من الإشكالات في زمننا هذا. وجدت إشكالية عظمى وأرى أنها أعظم فتنة على الإطلاق في هذا الزمن، وهي فتنة المصطلحات. فتنة المصطلحات وقلبها، وهي تسمية الكفر بالإيمان والإيمان بالكفر، وكذلك الخير بالشر والشر بالخير وغير ذلك. قلب المصطلحات في ذلك يتولد عنها هي الشرور. وأصل الضلال في الأمم إذا أردنا أن ننظر إليه نجد أنه بهذا السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر أنبياء الله لا يحاربهم أعداؤهم بدعوى أنهم يدعون إلى الخير، وإنما يقولون إنكم تدعون إلى الشر. إذن هم يقلبون تلك المصطلحات ويغيرون معانيها. الله سبحانه وتعالى قد بيّن في سورة البقرة في سياق إخباره للملائكة عليهم السلام، في إخباره أنه سيجعل الله عز وجل في الأرض خليفة، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله عز وجل بيّن سبحانه وتعالى أن الملائكة إنما أخبرهم الله جل وعلا، ولم يكن لديهم علم سابق من المشاهدة بما يرونه، ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أخبرهم بذلك. وهذا الإخبار جاء من الملائكة بشيء من الاستفهام، أنه ربما يطرأ في ذلك شيء من الفتنة. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك السياق بيّن أنه علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم خلقه الله جل وعلا خلقا تاما، بقي لديه شيء من المعلومات، أن يكون لديه شيء من المعلومات مما يلمسه محسوسا في الأرض من معرفة أسماء الأشياء من الأواني، وكذلك أيضا أسماء الأعيان من الأشجار والبهائم من البقر والإبل والغنم، وكذلك أيضا أسماء الخير والشر. هذه المصطلحات الله عز وجل علمها آدم، وعلم آدم الأسماء كلها. الله عز وجل لما ذكر ذلك بعد إخباره للملائكة في هذا يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للملائكة أنهم حينما قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أن الله عز وجل أراد أن يبين لهم أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، يعني تلك المسميات التي سماها، عرض الله عز وجل تلك المسميات الأعيان من الأحجار والأشجار وكذلك الأواني وكذلك أيضا ما يتعلق بالبهائم، عرض الله عز وجل عنهم ذلك وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. الملائكة لا يعلمون من ذلك شيئا، وآدم عليه السلام علم من ذلك من علم الله سبحانه وتعالى. هذا العلم الذي أعطاه الله عز وجل آدم أراد منه أن ينطلق إلى الخير باستعماله كما أراده الله جل وعلا. جاءت وساوس الشيطان بالتحذير، جاءت وساوس الشيطان إلى الإنسان بشيء من قلب المصطلحات، بتغيير لفظ الخير إلى الشر وغير ذلك، وكذلك أيضا تغيير الأفعال إلى صور أخرى حتى يقع في ذلك تلبيس، لأنه لا يمكن أن يقال أن هذا خير فاتركوه وهذا شر فعليكم به. إذن لابد من قلب المصطلحات قبل ممارسة الفعل. لهذا نقول إن أصل ضلال الأمم إنما يكون هو بتغيير المصطلحات عن مواضعها. لهذا بيّن الله عز وجل أنه من أعظم الفتن هو تغيير المصطلحات وقلب الحقائق. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. ابتغوا الفتنة بتقليب الحقائق وتغييرها عن بعضها. ولهذا نجد في صراعات الأنبياء مع أقوامهم نجد أن أقوامهم لا يواجهونهم بالحجة وتحليل الأفعال إلى شيء من الأقيسة والنظر إلى مآلاتها، وإنما يستعملون مصطلحات مضادة لذلك. ولهذا فرعون لما دعاه موسى إلى عبادة الله سبحانه وتعالى قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني أن ما أدعوكم إليه رشاد. كذلك في قوله أنا ربكم الأعلى، ما هي حقيقة الربوبية وما هي قدرتك التي تؤهلك إلى أن تكون ربا؟ هو يريد أن يواجه اللفظ الذي يدعو إليه موسى إلى أنه ربي بلفظ آخر مضاد في ذلك، بعيدا عن بحث تلك الحقيقة. كذلك أيضا في قوم فرعون ممن أيده، وحينما قالوا لموسى وفرعون عليهم السلام قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. المثالية النموذج الأظهر الصالح في ذلك من أمور الخير، هذه الطريقة التي يظنون أنهم على أمر الخير من غير تحليل لها. ولهذا فرعون كان يدعو قومه إلى شيء من التلقين أنه الرب وأنه الخير وأنه صاحب الرشاد من غير
تمحيص لتلك الحقيقة ولا يأذن بتحليلها. وإذا مصادرة المصطلح الخير الذي وضعه الله عز وجل وعلمه آدم هو سبب الضلال، سبب الضلال في الأمة، وكذلك أيضا سبب التعمية والتلبيس. هذا الزمن الذي نعيشه الزمن المعاصر ظهر فيه التلبيس مع وسائل الإعلام وكذلك أيضا سطوته وقوة كثير من أعداء الحق في قلب الحقائق، والإتيان بمصطلحات جديدة، قلب مصطلحات الخير إلى شر، الشر إلى خير، محاولة إضاعة مصطلح الإيمان والكفر، محاولة إضاعة المصطلحات الشرعية، النفاق، الطاعة، المعصية، الفسق، غير ذلك، محاولة إهدار حتى المصطلحات الشرعية في أمور المال من جهة الصدقة وكذلك أيضا الإنفاق وكذلك أيضا الزكاة إلى شيء من أمور أخرى، من تغليب مصطلحات وإن وجدت في لغة العرب من المعونات والمساعدات وغير ذلك، وذلك لإضعاف الجانب الشرعي في ذلك والتعبد حتى يبتعد الإنسان عن المصطلح الذي يغرس فيهم الإيمان. مما طرأ على المصطلحات شيء من التبديل، أو ما طرأ عليها شيء من التغيير ما يتعلق بهذا المصطلح ومصطلح الولاء والبراء وكذلك أيضا الطائفية. الطائفية نستمع إليها كثيرا في وسائل الإعلام وكذلك أيضا في مقالات مكتوبة، وربما أيضا يجدها الإنسان في دواوين الناس ومجالسهم يتحدثون بذلك ولا يدركون معناها. المراد من ذلك هو إضاعة المصطلحات الشرعية. لهذا نقول إن المصطلحات في زماننا تفتك في الأمة أكثر من أن تفتك الأسلحة. لهذا نقول إنهم إنما يلغون مصطلحا ويضعون مصطلحا آخر حتى لا يحتاجوا إلى تغيير الجزئيات الغالبة في ذلك أو تحليل تلك المعاني، بحيث ربما يصطدمون بشيء من الحقائق. ولهذا لم يناظروا موسى عليه السلام، وإنما اتهموه بالسحر مجردا، وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، وقال ما أهديكم إلا سبيل الرشد. أراد أن يبين في ذلك أن القضية قضية تحليلية يصعب مواجهتها، لأن الربوبية لديه منتفية، فكيف يثبت لك الربوبية وأنت تخاف من عدوك وتتوجل ولا تعلم الغيب؟ إذا بحث هذا الأمر بجهة التفصيل دليل على بطلانه، ولكن لا يبحثون ذلك بالتفصيل وإنما يأتون بألفاظ عامة. وهذا يظهر في زمان ما يتعلق في مسألة الطائفية، ما يتعلق مسألة الإرهاب، ما يتعلق بمحاولة إبعاد كلمة حتى لفظ الكافر وإبداله بالآخر وغير ذلك. الله عز وجل خلق البشر وجعلهم على أجناس. هذه الأجناس الموجودة في البشر سواء كانوا البياض أو السواد أو كذلك الطول والعرض وكذلك أيضا اللغة، وهذا الاختلاف الموجود في البشر خلق الله عز وجل عليه وفطرهم الله سبحانه وتعالى على هذا. أوجد الله عز وجل أيضا شيئا من الاختلاف في الناس، لهذا يقول الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. تفصيل الناس إلى مؤمن وكافر هو كتفصيل الناس في ذواتهم إلى أجناس وغير ذلك، من جهة وجوب تمييزها لا من جهة الإقرار على ذلك والقناعة به، أو أن الإنسان لا يتحول عنه. وذلك أن الله عز وجل إنما فطر الإنسان على توحيده وعلى طاعته سبحانه وتعالى، ثم يطرأ عليه بعد ذلك الكفر. ولهذا تجد الصبي الصغير في أول نشأته لا يمكن أن يكذب، وإنما يعطيك الجواب لسؤالك صادقا، ثم بعد ذلك يكذب. لماذا؟ لأنه يرى أن من حوله يغيرون المعلومات ويمكرون ويكيدون، يبدأ بالتلقي في ذلك. إذن فطرته في ذلك صحيحة، فطرأ عليه شيء من التغير. لهذا نقول إن المصطلحات التي طرأت على الولاء والبراء وعلى الطائفية هي مصطلحات حاولت تعمية ذلك الحق وكذلك أيضا إبعاده عن حقيقته، وهذا أمر للأسف الشديد غيب كثيرا من المعاني الشرعية وأبعدها عن حقيقتها وعن مراد الله عز وجل منها. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، اتبع قولك عملا يبني، يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي